تحياتي ليك يا كابتن مدحت شلبي، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن فاروق جعفر، كابتن مجدي عبد الغامدي، كابتن مصطفى يونس، وكل التهنئه لجمهور النادي الاهلي العظيم والمجلس اداره النادي الاهلي، وتحيه خاصه لرجل المهام الصعبه، الرجل الذي تكفل بتحمل المهمه الصعبه في كل الاوقات الصعبه، المدير الفني الحالي للنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي الف مبروك، وتحيات لكل من في الاستوديو التحليلي بضيافه الكابتن مدحت شلبي. اولا بقول للكابتن مدحت، وبقول للكابتن مصطفى، وبقول للكابتن فاروق جعفر، ومين تالت؟ كابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبقول لهم متشكرين جدا على البرنامج الجميل، ومتشكرين جدا على التحليل بتاع المباراه. وانا عارف من ورا الكاميرا كده ان هم اتكلموا كويس قوي عليا، واتكلموا على البطوله، واتكلموا ان البطوله جت في ظروف صعبه، فانا بشكرهم جدا جدا، وبقول لهم اذا كانت البطوله دي فعلا بتدل ان المدربين المصريين الحمد لله عندهم برضو الكفاءه وعندهم الشخصيه في قياده اي فريق الحمد لله. يعني كابتن فتحي، نقول المباراه صعبه وزادت الصعوبه في الدقائق الاخيره، وخاصه بعد طرد حسام عاشور، اكيد كان في توجيهات وتكليفات معينه لعبتك في الملعب. والله طبعا الماتش هو الماتش صعب عموما من اول مباراه، لان حاسس ان فرقه سموحه فرقه كويسه، فرقه محترمه، وصلت بعد مجهود رائع في البطوله، وصلت الدور الرباعيه وقدرت تكسب ماتشين، ودخلت معايا في النهارده في البطوله، النهارده الفاينل بطوله. انا كنت عامل حسابهم جامد، لان فرقه فعلا فرقه محترمه، وعندهم لعيبه كويسه قوي، وعندهم جهاز فني، عندهم دوافع عاليه قوي، مهندس فرج عامر طبعا عامل لهم دوافع عاليه قوي 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 يعني. فالحمد لله ان ربنا وفقنا ووقف جنبينا ان احنا ناخد هذه البطوله، ولكن انا بحب اشيد باللعيبه، واحب اشكر اللعيبه والجهاز الفني اللي معاهم والجهاز الاداري والطبي كابتن علاء عبد الصادق، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو اداني الثقه دي في هذه الظروف الصعبه جدا، بشكر اعلام، وبشكر اتحاد الكوره ان هو ادار المسابقه لنهايتها، ما وقعش تحت اي ضغوط ومشيت باللوائح بتاعتها وبنظامها، بشكر الالترس على فكره، مجموعه الالترس اللي بيجوا لنا، لان الولاد دي ادتنا دافع كويس جدا جدا في احراز هذه البطوله، بشكرهم من كل قلبي، بقول لهم يا رب تعودوا للملاعب تاني، ويا رب ترجعوا في صوره جميله وفي تابلو جميل رائع، وكنتوا عودتونا ان الالترس بتاع النادي الاهلي والترس يعني عفوا للصوره. ولكن الكابتن فتحي مبروك، كلام جميل اكيد، واثبت بالفعل قدره